فيلم ويل سميث الجديد إيمانسيبيشن قصته عن عبد هارب من أصحاب المزارع اللي بيخلصوا عليه زمن العبودية في عام 1963. في الفترة هذيك ألغى أبراهام لينكولن العبودية، فيضطر صاحبنا أنه ينضم لجيش لينكولن. فيلم درامي وتاريخي وقصته حقيقية، بما أنه قصته حقيقية فهي مكررة في أفلام كثيرة شفناها، ولكن في هذا الفيلم التفاصيل هي اللي تخليك تستشعر بالفيلم وتحس بالمعاناة اللي بيمروا فيها كأنك موجود معاهم، والفضل يرجع للأداء الأسطوري للممثل ويل سميث. ألوان الفيلم كان لها طابع وإحساس مختلف، وللأمانة حبيت هذا الاختلاف، والتصوير بطل والتنوع في الكوادر كان جدا ممتع، لكن الأحداث كانت متوقعة والتركيز الكامل على بطل الفيلم بس كان شوية مزعج، والحوارات كانت عادية ومتواضعة، والكتابة ما كانت بهذيك القوة، فما كانت فيه موازنة بالفيلم من وجهة نظري. الفيلم ما فيه لقطات ويستحق المشاهدة. تقييم الشخصي لهذا الفيلم إيمانسيبيشن هو 7.5/10. لا تنسوا اللايك والفولو لكل جديد. سلام.